عامر خليفة العادلي مدير إدارة منطقة البريقة بشركة البريقة تسويق النفط. الشحنات اليوم يعني من كم فترة بدأت الشحنات للدولة؟ من قرابة 4 شهور لم تصل أي شحنة للمنطقة الجنوبية. كيف تم تأمين هذه الشحنة للوصول إلى الدكتورة؟ بالاتفاق مع الجهات الأمنية بالمنطقة الوسطى مصراتة والجفرة والمنطقة حماية الجنوب. هل الموضوع ان شاء الله حيتم مستقبلا فيها؟ بعون الله تعالى هشوف يتمون الكميات تباعا تصل الى مستودع سبها النفطي. طيب سيد العادل شو الصعوبات ممكن تواجهكم انتم في عمليات التوزيع يعني الناس تساعدكم فيها؟ الا يعني الامور الامنيه، اذا كان مشت الامور الامنيه بشكل جيد فما لا توجد صعوبات لدينا احنا في توزيع الوقود. شغل ان شاء الله من بكره بعون الله. اليه التوزيع كيف تتم؟ التوزيع على مناطق معينة، موزعي الغاز ونبدأ بالمناطق، منطقة سبها بعدين منطقة الشاطي، وإن شاء الله تنفرج عند أخوتنا في منطقة أوباري ومرزق. أول ما تمرج الأمور الأمنية سوف يتم توزيعهم بالوقود والغاز السائل. وأنا سؤالي كان يوضح نفسه بعد نزل شفات المحطات اللي حيتم التوزيع عليها لم تذكر المحطات اللي في مدن جنوب سبها، هل يعني حاطين في الخطة المستقبلية؟ موجودة في الخطة مستقبليا نظرا للظروف الأمنية لم تحط، لكن أول ما تنفرج الظروف الأمنية سوف يتم تزويد منطقة غباري ومرزق وغات والدقرون بعون الله تعالى. الهادي أحمد الهادي مشرف وحدة النقل والوقود والغاز. لو تخبرنا الكمية اللي واصلها قداش وأمتى يبدأ التوزيع؟ الكمية اللي تم تحويلها من مستودع مصارات النفط إلى مستودع سبها النفطي هو 4 مليون، أو تعتبر الكمية الأولى 4,630,000 لتر من وقود البنزين والديزل. سيد عادل خليك. والتوزيع إن شاء الله اليوم صباحا بإذن الله تم التوزيع، وبادي في التوزيع إلى المحطات. وبالنسبة لمحطات الشاطي تم تحويلها من مصراتها حوالي 12 الشاحنة ولمحطات الوقود تابعة بلدية الشاطي. وبالنسبة لبلدية الشاطي في بلدية سبها يتم التوزيع من اليوم إن شاء الله بإذن الله. طيب هل في كمية أخرى حتجي يعني؟ إن شاء الله مستمر التحويلات مستمرة، ونبشر وأهلنا وناسنا في الجنوب بإذن الله مستمرة التحويلات من مستودع مصراته، وما عندناش أي مشكلة بإذن الله. بالنسبة لشركة البريقة لتسويق النفط ما عندهاش ولا مشكلة بإذن الله. وإمدادات الغاز ما فيش؟ الغاز الحمد لله حد الآن وصلت 3 سيارات غاز سائل بعبوة 60 طن من الغاز السائل الطهي، وإن شاء الله الأسبوع الجاي نبدأ نباشر في تعبئة الأسطوانات ونوزع على الموزعين التابعين لمحطات الغاز إن شاء الله.